السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالعود أحمد إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يجمعنا دائما على كل خير، وأن ينفعنا بالعلم الشريف، وأن يرزقنا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام موصول بالنوع الثاني والخمسين من علوم الحديث، وهو ما يعرف بالألقاب. وقلنا سابقا إن الإنسان منا له اسم وله كنية وله لقب، والاسم ما دل على ذات، والكنية كما قلنا سابقا ما بدأت بأم أو أب أو ابن. وكلامنا اليوم عن اللقب، لأن معظم الأنواع المتبقية من مادة علوم الحديث تتكلم عن الأسماء، سواء كانت ألقابا، سواء كانت من قبيل المؤتلف والمختلف، أو من قبيل المتفق والمفترق، أو من قبيل المركب منهما، أو من قبيل المبهمات. الكلام الآن عن الألقاب، والألقاب جمع مفرده لقب. وقد ورد في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. اللقب في لغتنا العربية وصف يشعر بمدح أو ذم، وصف يشعر بمدح أو ذم، أو ما يدل على رفعة أو ضعة. وكلمة ضعة معنى دنيء، معنى خسيس، مأخوذة من الوضاعة بمعنى الدناءة. يبقى نحن حين نريد أن نعرف مصطلح اللقب في وضعه اللغوي نقول هو وصف يشعر بمدح أو ذم، أو ما يدل على رفعة أو ضعة. من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الألقاب على نوعين: هناك نوع محمود، نوع يحمده صاحبه ويفرح به ويسر حين يلقب به، حين يوصف به، وهناك لقب مذموم يكرهه صاحبه. لأن احنا قلنا إن اللقب وصف يشعر بمدح أو ذم. إذن الألقاب على نوعين: لقب محمود مثل قمر الدين أو زين الدين أو تاج الدين، كل لقب يشعر بالمدح فيدخل تبع النوع هو المحمود. ويدخل من هذا القبيل ألقاب الأنبياء جميعا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمثلا سيدنا إبراهيم الخليل، إبراهيم لقب بالخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا لقب ممدوح أو محمود. وسيدنا موسى عليه السلام لقب بأنه كليم، كليم الله موسى عليه السلام، يبقى ده لقب وليس إيه؟ وليس اسما. وسيدنا عيسى لقب بالمسيح،
وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقب بألقاب كثيرة: البشير، النذير، الصادق الوعد الأمين. فلقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بألقاب كثيرة، ولقب أصحاب رسول الله بألقاب كثيرة. سيدنا أبو بكر لقب بإيه؟ بالصديق، وعمر بالفاروق، وعثمان بذي النورين، وجعفر بن أبي طالب بذي الجناحين، إلى غير ذلك. إذن هناك ألقاب محمودة ممدوحة، وسنام تلك الألقاب ما لقب به أنبياء الله ورسله، ومنهم ألقاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وألقاب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أبو خالد الوليد، ما لقبه؟ سيف الله. أبو عبيدة بن الجراح، أمين هذه الأمة، القبيلة الأوس والخزرج، أهل المدينة لقبوا بالأنصار، فالأنصار لقب لقبيلتي الأوس والإيه والخزرج. الحسن البصري كان يلقب محمد بن واسع بسيد القراء، سيد القراء. فساعة ما تقرأ سيد القراء يقصد به من؟ محمد ابن واسع ابن المبارك. كان يلقب محمد ابن يوسف الأصبهاني بعروس الزهاد. نحن نريد أن نذكر أكبر قدر ممكن من الألقاب، فعروس الزهاد لقب لمحمد ابن يوسف الأصبهاني، وسيد القراء وصف لمحمد ابن إيه؟ ابن واسع. والمعافى ابن عمران كان يلقب بياقوتة العلماء، ياقوتة العلماء. إذن هذه نماذج من اللقب الممدوح المحمود الذي يحبب إلى صاحبه. لكن هناك ألقاب مذمومة، ألقاب فيها قدح، ألقاب ممنوعة شرعا باعتبار أن صاحب هذا اللقب يكرهه ولا يفرح به. فكلمة الأعمى والأصم والأعرج والأعمش والقصير والطويل، مثل تلك الألقاب المذمومة لا يجوز أن نطلقها على صاحبها إلا عند الضرورة القصوى. يبقى اللقب المحمود أقول لا بأس، لكن بضوابط قلناها سابقا. اللقب المذموم لا يجوز لي أن أطلقه على صاحبه إلا عند الضرورة القصوى، أعني لا أطلقه إلا بقصد التعريف وليس بقصد التعيير. أطلق اللقب المذموم أو اللقب السيء على صاحبه عند الضرورة القصوى. من هذه الضرورة القصوى إيه؟ أنني أذكره في سبيل التعريف وليس في سبيل التنابز أو في سبيل التعيير أو على سبيل القدح والذم، لا، هذا ممنوع شرعا. لكن أريد أن ألفت الانتباه إلى شيء مهم جدا، أن أحيانا تأتينا ألقاب لبعض رواة الحديث ظاهرها الذم، ظاهرها القدح، وليس ظاهرها مرادا. يبقى احنا بنتكلم على اللقب المذموم او اللقب الممنوع، نلفت الانتباه او نلفت الانتباه الى ان هناك ألقابا مذمومة اطلقت على بعض الرواة في ظاهرها الذم، ولكن قائلها او صاحبها غير مراد به الذم، هي في الظاهر ذم. فمثلا عندنا
راوي يسمى معاوية بن عبد الكريم، معاوية بن عبد الكريم ده متوفى 680 هجرية. هذا الرجل يلقب عند رواة الحديث بالضال، الضال. طبعا ظاهر هذا ظاهر تلك الكلمة أو تلك العبارة طبعا قدح، وإن الضلال دائما يكون في العقيدة، لكن هذه الكلمة أو هذا اللقب أو ذاك الوصف أطلق على معاوية لا ضلال في العقيدة، إنما باعتباره أنه ضل الطريق، أو بتعبيرنا تاه في الطريق، فضل في طريق مكة فلقب بكلمة إيه. إذن الضلال هنا ليس المراد به ضلال العقيدة، إنما المراد به الضلال في الطريق. طيب، عندنا واحد يسمى عبد الله بن محمد الطرسوسي. عبد الله احنا بنتكلم على ان هناك ألقاب ظاهرها الذم او ظاهرها القدح وظاهرها غير ايه، مثل كلمة ايه، الضال. عندنا راوي او شيخ من شيوخ النساء اسمه عبد الله بن محمد الطرسوسي يلقب بالضعيف، وده امر احنا الحاجات دي تحتاج الى دراسة دقيقة جدا، لان من الممكن لما تقول محمد عبد الله بن محمد الضعيف هتحكم على الحديث بالايه، لكن لا، الضعف هنا ليس ضعف رواية، انما هو ضعف بنية، ضعف جسد. وضعف الجسد لعبد الله بن محمد الطرسوسي جاء من احد امرين، اما انه كان شديد العبادة حتى ضعف بدنه أو وهن جسده فوصف بالإيه، يبقى الضعف هنا الذي يوصف به عبد الله بن محمد الطرسوسي ليس ضعف إيه، ليس ضعف رواية، إنما هو ضعف بدن، يا إما بسبب كثرة العبادة أو لأنه كان يمعن النظر في العلم ويتقن الضبط حتى هزل بدنه، كان بيتتبع الجزئيات، ومن تتبع هذه الجزئيات من الممكن أن ينسى مطعمه ومشربه فهزل بدنه. فالضعف الذي وصف به عبد الله بن محمد الطرسوسي شيخ الإمام النسائي ليس ضعف إيه؟ رأس ضعف رواية، إنما هو ضعف بدني بحاجة من اثنين كما قلت لكم. عندنا واحد يسمى أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، محمد بن الفضل السدوسي لقب بكلمة عارم، عارم. والعرامة في لغتنا العربية فيها ذم، لأنها ضرب من الشر والفساد، يبقى كلمة عارم. ولذلك لك إيه، حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، يبقى عارم ده إيه، لقب وليس إيه. وكلمة عارم في لغتنا العربية يعنى بها أنها شر وأنها فساد، وهذا من قبيل، مع أن هذا الرجل كان صالحا وكان عابدا وكان قانتا، فكان هذا الوصف من قبيل الأضداد، من قبيل الايه، الأضداد. يعني احنا احيانا بنسمي المريض سليم، نسمي المريض سليما، زي ما في البخاري لما الحي لدغت سيد الحي، فجاء اهله قالوا يا رسول الله ان سيد الحي سليم، سليم بمعنى ايه، لديغ، ملدوغ. فاحيانا ياتي اللقب عن طريق الايه، عن طريق الضد. فعارم ظاهرها أنه مفسد، أنه شرير، وهذا لا يتوفر في أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. عندنا يبقى إحنا الآن قسمنا الألقاب إلى كم قسم، إلى نوعين، نوع محمود وذكرنا النماذج له، ونوع مذموم وذكرنا نماذج، ثم أردفنا الكلام بأن هناك ألقابا ظاهرها الذم وليس ذلك إيه مرادا.
هذا العلم أعني دراسة الألقاب من الأهمية بمكان، لأنه من خلال الأمثلة التي ذكرتها لكم الآن قد تحكمون على راو بالضعف بسبب اللقب الذي لقب به، مع أنه في الحقيقة غير ضعيف. أدي واحد. ثانيا، أحيانا يذكر الراوي تارة باسمه وتارة بلقبه، فيظن طالب العلم أنهما اسمان وليس اسما واحدا، مع أنهم في الحقيقة اسم واحد. مرة أخرى، أحيانا يذكر الراوي باسمه وأحيانا يكتفى بذكر اللقب. مثل مثلا عندنا عبد الله بن أبي صالح، عبد الله ابن أبي صالح، عبد الله ده اسم، وعبد الله ابن أبي صالح أخ لسهيل ابن أبي صالح، يبقى عبد الله هنا أحيانا يذكر هذا الراوي بكلمة عباد ابن أبي صالح، عباد، يبقى عباد ده اسم ولا لقب؟ لقب. فوقع بعض علماء الحديث أو بعض رواة الحديث فتوهم أن عبد الله ابن أبي صالح اسم وعباد ابن أبي صالح اسم آخر، مع أنهما في الحقيقة ولذلك لما درسوا قالوا ما وجدنا لسهيل أخ يقال له عباد، يبقى عباد دي لقب لمين؟ إذن الآن من أهمية معرفة دراسة الألقاب البعد أن نحكم على حديث ما بأنه ضعيف بسبب وجود لقب لبعض الرواة ليس على ظاهره، كما قلنا عن معاوية بن عبد الكريم الضال. الآن الأمر الثاني، قد يتوهم أن الشخصية التي معي في الحديث هما شخصيتان، مع أنهما في الحقيقة مثل عبد الله بن أبي صالح لقب بعباد بن أبي صالح، فتوهم بعض رواة الحديث مثل علي بن المديني وغيره أنهما شخصيتان، مع أنهما في الحقيقة إذن لابد من دراسة الألقاب لكي نتحاشى أو نتلافى هذا الخطأ. أحيانا يذكر اللقب ويجهله طالب العلم، طالب العلم يعني نقول يقول مثلا قال تمت، مثلا مرة أحد الطلاب تقدم للحافظ ابن حجر وقال له يا شيخنا يا أستاذنا أنا وجدت واحد يسمى تمتام، تمتام، وقرأت كل كتب الرجال ما عثرت له على اسم تمتام، ته ميم ته ألف ميم. سأل أحد الطلبة الحافظ ابن حجر عن رجل يسمى تمتام وقال لقد بحثت عنه فلم أقف عليه، فابن حجر تبسم وقال يا بني تمتام هذا لقب، واسم الحقيقي محمد بن غالب بن حرب. إذن لابد من دراسة الألقاب دراسة متأنية. إذن تتلخص محمد ابن غالب ابن حرب. إذن عرفنا الآن أهمية دراسة الألقاب. لهذه الأهمية قام بعض السابقين من العلماء الأفذاذ فكتبوا مصنفات في ألقاب علماء الحديث أو ألقاب الرواة. من أهم تلك الكتب كتاب الألقاب لأبي بكر الشيرازي المتوفى 407، الألقاب، وهذا مجلد صغير الحقيقة لكن فيه مادة علمية رصينة. يبقى أول كتاب عندنا يسمى يبقى احنا بنتكلم الآن على أهم المصنفات في الألقاب. يبقى احنا عرفنا كلمة اللقب وذكرنا أنواعه، خلاص،
وذكرنا أمثلة لكل نوع، وذكرنا أهمية دراسة الألقاب. احنا بنتكلم الآن عن نقطة وهي أهم المصنفات في هذا العلم التي تنفعني وتعينني على معرفة الألقاب. من هذه الكتب هناك مصنف لأبي بكر أحمد الشيرازي المتوفى 407 يسمى بالألقاب، أدي واحد. عندنا مصنف آخر يطلق عليه أو يسمى معرفة ألقاب المحدثين، معرفة ألقاب المحدثين لعالم يسمى أو يكنى بأبي الفضل الفلكي المتوفى 427. ابن الجوزي أبو الفضل الفلكي 427. عندنا كتاب ثالث يسمى كشف النقاب عن الأسماء والألقاب لابن الجوزي، كشف النقاب عن الأسماء والألقاب لابن الجوزي، وده يعتبر من أوسع الكتب التي سبقت. قلنا كم كتاب؟ ثلاث. عندنا كتاب رابع للحافظ ابن حجر، وده استفاد من السابقين وسمى كتابه نزهة الألباب في الألقاب. كل المؤلفات اللي سبقت ابن حجر قرأها وهضمها ولخصها في هذا الكتاب الظريف الطريف المسمى نزهة الألقاب، الألباب في الألقاب. الإمام السيوطي جاء بعد ابن حجر فأخذ كتاب ابن حجر وأضاف إليه بعض الزيادات في كتاب الله سماه كشف النقاب على الألقاب. هذه أهم المصنفات في كتب الألقاب التي تسعفنا في معرفة الألقاب. ذكرنا أن هناك ألقابا ظاهرها الذم، والذم ليس مرادا لأن هيتغير عليه حكم الحديث. لما احنا قلنا الضال ليس مرادا به ضلال العقيدة، ولما قلنا العرامة ليس معناه انه كان شرير مفسد، لان انت لو خدتها على الظاهر هترد روايات مين؟ ابو النعمان. من هذه الالقاب التي ننبه اليها لقب غندر، لقب غندر. ده كلمة غندر تطلق على من يكثر المشاغبة في حلقة العلم. أي واحد بيشاغب كتير في حلقة العلم يطلق عليه ويلقب بإيه؟ بغندر. فأطلق هذا اللقب على واحد اسمه محمد بن جعفر البصري، محمد بن جعفر البصري، لأنه كان يكثر الشغب على ابن جريج لما قدم البصرة. كل ما ابن جريج يتكلم يطلع محمد بن جعفر البصري يشكسه، وابن جريج من هو ابن جريج؟ فلما زهق ابن جريج قال له ايه؟ اسكت يا غندر، فأصبح لقبا على محمد ايه؟ ابن جعفر البصري، اسكت يا غندر. وأصبح أهل الحجاز يسمون المشاكس أو المشاغب غندر. بعض العلماء يقول يبقى غندر فيها نوع من المشاغبة، بعض العلماء يقول لك لا، ده غندر فيها نوع من الغدر، والنون هنا زايدة، يبقى غندر مأخوذ من الايه؟ من الغدر. فبعض العلماء بيوافق، يقول لك الله، ايه المانع ان برضو المشاغب عنده غدر والغادر مشاغب؟ فإما أن تكون غندر مأخوذة من المشاغبة أو مأخوذة منين؟ من الغدر. هل يمكن إن احنا نعرف أسباب الألقاب؟
هل أو بتعبير آخر هل كل لقب له سبب له قصة؟ إحنا الآن سمينا محمد بن جعفر البصري غندر ليه؟ لأنه كان مشاقي، بيبقى له قصة له سبب. الحقيقة لما جينا درسنا هذه الظاهرة، وده تحت عنوان إيه؟ معرفة أسباب الألقاب. هل نستطيع أن نعرف سبب كل لقب؟ وهل كل لقب يلقب به الإنسان يكون له سبب؟ تبين لنا أن اللقب إما أن يكون له سبب ظاهر، يبقى في قصة في سبب، وده الغالب. يبقى غالب الألقاب إيه؟ ها؟ لها سبب، لها قصة، وبعضها لا سبب له. يبقى الألقاب لما نيجي ندرسها من حيث السبب وعدمه هنجد ان اكثر الالقاب ها لا سبب، وبعضها مالوش سبب. وزي ما المثل يقولك اذا عرف السبب بطل الايه قتل العجب. فمن الالقاب التي لها سبب ها تذكر اللي احنا قلناه الان، الضال لانه سببه ضل في طريق مكه، والضعف فلان ضعيف لان يضعف في الجسم بسبب كثره العباده. طيب كلمه القوي، فلان القوي، هذا لقب لقب به الحسن ابن يزيد ابن فروخ، الحسن ابن يزيد ابن فروخ. قوف ايه بقى؟ قال لأنه كان قويا في الطواف، بسم الله ما شاء الله، لما يطوف السبع أشواط تظهر عليه قوته، وهو قوي في العبادة، يبقى ده له سبب. يبقى احنا سمينا الحسن ابن يزيد ابن فاروق قوي، ليس قوي في الرواية انما بسبب انه قوي فين؟ ايوا في الطواف او في العبادة الى اخره. مطين، مطين ده لقب هقول عليه بعد شوية، ده لقب لأبي جعفر الحضرمي، كان بيلعب وهو صغير مع الأطفال. أبو جعفر كان هو صغير كده طفل بيلعب مع الأطفال، فالأطفال بيجيبوا طين ويطينوا به ظهره، فمر عليه أبو نعيم قال له ما هذا يا مطين، ألا تذهب إلى حلقة العلم للحديث؟ ده كان فاتحة خير لهذا. يبقى مطين لقب له سبب، وهو أن الأطفال كانوا يطينون ظهر أبي جعفر الحضرمي. احنا بنذكر الألقاب لها ايه؟ سبب. أبو الآذان، أبو الآذان لقب به عمر بن إبراهيم الحافظ. هي إطفائها في مشكلة؟ عادي يعني؟ يبقى أبو الآذان لقب له سبب، لقب به عمر بن إبراهيم الحافظ لكبر أذنيه، كان كبير الأذنين فلقب به بأبي الآذان. أبو الرجال، أبو الرجال لقب لمحمد بن عبد الرحمن لأنه كان له 10 من الأولاد الذكور، فلقب بإيه؟ دي لا ألقاب لها إيه؟ ألقاب لها سبب. قلنا برضو كلمة غندر، غندر قلناها سببها ايه؟ سببها المشاغبة او سببها الغدر كما يقول بعض العلماء. كلمة غندر لقب به حوالي 7 أو 6 من رواة الحديث، انما يميز بالاسم. فاحنا عندنا محمد بن جعفر البصري لقب بغندر، والغريب وده شوف العجب العجاب، أن كل من لقب بغندر يشترك في الاسم واسم الأب، يعني 6 كلهم محمد بن جعفر أو 7 كلهم محمد بن جعفر، بس في النهاية بقى البصري، في النهاية الرازي، في النهاية البغدادي، في النهاية ابن دران. إذن كلمة غندر ليست لقبا لراوي واحد، إنما هي لقب لمجموعة رواة جمعهم ابن الصلاح فكانوا 7.
كلمة غنجار، 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 ماسكة ببعضها، غنجار. الغنجرة، الغنجرة حمرة الودجين، حمرة في الخدين. يبقى غنجار لقب يقصد به حمرة الودجين، وقد لقب به اثنان بخاريان. غنجار عيسى بن موسى التميمي، غنجار يبقى عيسى بن موسى التميمي ابو احمد يلقب بايه؟ بغنجار، نظرا لحمرة الايه؟ لق عيسى بن موسى التميمي ابو احمد، وده متوفى سنة 186 هجرية، يلقب بايه؟ بغنجار، غير غندر، لازم تفرقوا بين الالقاب. والثاني هو محمد بن احمد الحافظ غنجار المتوفى 412، محمد بن احمد الحافظ المتوفى 412. يبقى غنجار له سبب، وغندر له سبب، ومطين له سبب. صاعقة، صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم، محمد بن عبد الرحيم الحافظ أبو يحيى، لقب به بسبب قوة الحفظ وحسن المذاكرة. يبقى كلمة صاعقة ليست لقب ذم، إنما لقب مدح. لقب به محمد بن عبد الرحيم الحافظ أبو يحيى نظرا لحسن مذاكرته وقوة حفظه. لقب شباب، شباب، شباب ضد الشيخوخة. لقب به عالم من علماء التاريخ والسير اسمه خليفة بن خياط، خليفة بن خياط له كتابان، كتاب في التاريخ وكتاب في الطبقات، ولذلك يقولوا ايه خليفة، خليفة بن خياط شباب. شباب ديت مش اسم، انما مش هيقولوا ابن شباب، لا، شباب لقب لقب به خليفة بن خياط. سنيد، سنيد بالتصغير من السند، لقب لقب به الحسين بن داود المفسر، الحسين بن داود المفسر المصيصي، لأن له تفسير مسند، لأن له تفسير إيه؟ مسند يعني إيه؟ بيسوق التفسير بالسند. عندنا رستة، لقب رستة، الحاجات دي ذكرها ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح، لكن مجرد إشارات عابرة ومرور مر الكرام كده، لكن احنا بنفسرها وبنقسمها وبنوحها. رستة دي كلمة فارسية تطلق على نوع من الحلوى، وكلمة رستة لقب لعبد الرحمن ابن عمر الأصبهاني. نوع من الحلوى، إيران وفارس بيطلقوا كلمة على الحلوى، نوع من الحلوى اسمه رستة، أيوة نوع من الحلوى موجود عند فارس. فمما لق مما لقب بهذا اللقب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني. زنيج، زنيج بضم الزاي وفتح النون وياء مثناه ساكنة ثم جيم، لقب لأبي غسان محمد بن عمرو الرازي شيخ الإمام مسلم، لقب لأبي غسان محمد بن عمرو الرازي زنيج. وهل يا ترى زنيج تصغير زنج بمعنى أنه أسمر اللون سمرة خفيفة؟ ربما.
لقب آخر بندار، بندار بضم الباء الموحدة وسكون النون بعدها دال مهملة ثم ألف ثم راء. حاضر. بندار بضم الباء الموحدة، بو بن بعدها نون ساكنة ثم دال مهملة ثم ألف ثم راء مهملة، تنطق كيف تنطق؟ بندار. دي الألقاب، بندار. الكلمة البندار في أصلها اللغوي أو المعنى اللغوي لها حافظ الحديث وجامعه، تطلق على كل من حفظ الحديث وجمعه، يلقب بإيه؟ يقولك بندار الحديث. يعني إيه بندار الحديث؟ يعني جامع الحديث وحافظه. والبنادرة، البنادرة جمع بندار، تطلق على تجار يعني إيه يتاجرون في المعادن، يعني أصحاب المعادن النحاس والألمونيا والحاجات دي كلها من الممكن أن تطلق عليهم إيه؟ بنادرة. يبقى البنادرة اللي هم مين؟ ما احنا ساعات نقول الجماعة بتوع البندر، زمان المصطلح بتاعنا كده. فالبنادرة لها معنيان، يبقى أيوان، يبقى البنادرة يا إما تطلق على التجار اللي بيتاجروا في المعادن، يا إما تطلق على التجار اللي بيخزنوا البضائع اللي احنا بنسميهم النهارده تجار جمله. يبقى تجار الجمله ممكن تسميهم ايه؟ بنادره. وتجار النحاس او الالمونيا والمعادن يسمون ايه؟ ها، لكن اذا جاءت لقبا للمحدث فمعناها جامع الحديث وحافظه، لان هم طبعا التجار بيحفظوا الايه؟ بيحفظوا الفاكهه أو النحاس أو ويجمعونه أيضا. فلما يطلق على المحدث يبقى جامع الحديث وإيه؟ يبقى بندار، أدي واحد، والبنادرة بندار والإيه؟ نعم. لا، عندي بندار مفرد والبنادرة، البنادرة. الحافظ ابن حجر ذكر أنه أن كلمة أو أن لقب بندار لقب به جماعة، ذكر منهم محمد بن إسماعيل البصلاني يقال له بندار، محمد بن إسماعيل البصلاني وحامد بن حماد وغيرهما كثير، لقب به جماعة كثيرة جدا، كل من جمع الحديث وحفظه يقال له إيه؟ بندار. وجدنا لقب قيصر، لقب قيصر. أنتوا عارفين كلمة قيصر؟ هو هرقل ملك الروم، ولقب بقيصر لأنه بيقول إن أمه لما حملت به وجاءها الطلق كادت تموت، فشقوا بطنها وأخرجوه منها، ولذلك يقول أنا لم أنزل من فرج امرأة، ومن هنا تأتي العمليات الإيه؟ القيصرية، فلقب بقيصر. فإحنا عندنا بعض رواة الحديث لقب بقيصر، فمنهم هاشم بن القاسم، هاشم ابن القاسم شيخ الإمام أحمد يقال له قيصر الحديث. عندنا الأخفش، لقب وليس اسما، لقب به جماعة من أهل النحو، مش نحو، لا ده انت كلمة الأخفش ده عالم النحو كما سنتكلم الآن، لكن هناك بعض النحويين لهم رواية في الحديث فهم محدثون، يعني جمعوا بين صناعة النحو وبين صناعة الايه؟ الحديث. فاحنا عندنا جماعة من أهل النحو لهم رواية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام السيوطي رحمه الله في كتابه طبقات النحاة ذكر 11 راويا يلقبون بالأخفش
وهم رواة حديث. من أشهرهم بقى، من أشهر مين؟ من لقب بإيه؟ بالأخفش، أحمد بن عمران البصري النحوي. أحمد بن عمران البصري النحوي روى الحديث عن زيد بن الحباب، وله غريب الموطأ، عمل كتيب صغير كده في غريب الموطأ. يبقى أحمد بن عمران البصري النحوي الملقب بإيه؟ بالأخفش، روى عن مين؟ عن زيد بن الحباب، وألف كتيبا لأنه رجل نحوي سماه غريب الموطأ. عندنا الأخفش الأكبر، الأخفش الأكبر الرأس الكبيرة، ويسمى بعبد الحميد ابن عبد المجيد شيخ سيبويه. عبد الحميد ابن عبد المجيد شيخ الإمام سيبويه، وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت، أول واحد فسر الشعر يشرح معناه تحت كل بيت، اللي هو مين؟ عبد الحميد ابن عبد المجيد شيخ مين؟ سيبوي. بيسموه الأخفش الإيه؟ الأكبر. عندنا الأخفش الأوسط، وهو سعيد بن مسعدة، يسمى سعيد بن مسعدة، الذي يروى عنه كتاب سيبوي، وهو المراد حيث أطلق في كتب النحو. ساعة ما تقرأ في النحو قال الأخفش يقصد مين؟ أيوان أبو الحسن سعيد بن مسعدة، وهو الملقب بالأخفش الأوسط، وهو الذي يراد عند ما يذكر الاسم في كتب النحو. عندنا الأخفش الأصغر، وهو علي بن سليمان تلميذ ثعلب والمبرد. الأخفش الأصغر اسمه علي بن سليمان تلميذ ثعلب اللغوي المتوفى 315. يبقى عندنا الأخفش، انتهينا منه كلقب مش كاسم، لأن كثير من طلاب العلم يتوهم أن كلمة الأخفش اسم، هي لقب لمجموعة من الناس. عندنا مربع، لقب مربع، لقب به محمد ابن إبراهيم الحافظ. أما اللقب الآتي وهو لقب جزرة، جزرة، هذا اللقب له قصة. أما اسم صاحبه فيسمى صالح ابن محمد البغدادي الحافظ الملقب بإيه؟ بجزرة. تلقيبه بجزرة ذكر فيه أكثر من سبب. البعض يقول لما كان صالح ابن محمد البغدادي في الكتاب مع الأولاد الصغار وهم بيتعلموا العلم، الأولاد أعطوا للشيخ بتاعهم أو للمؤدب أو للأستاذ هدايا، كل واحد جاب هدية للأستاذ بتاعه وهم عيال صغار. أما صاحبنا صالح فقد جاء بجزرة لهذا العالم أو لهذا الشيخ المؤدب، فإيه؟ فأصبحت لقبا إيه؟ بسبب إيه؟ إن هو قدم جزرة هدية فأصبحت لقبا عليه. البعض يقول لا، ده صالح ابن محمد ده لما جاء عمر ابن زرارة بغداد وكان صالح ابن محمد مع الطلبة بيسمعوا العلم من عمر ابن زرارة، سمع منه حديث. سمع من مين؟ صالح ابن محمد سمع من عمر ابن زرارة ايه؟ حديث. هذا الحديث فيه أن عبد الله بن بسر كان يعني يرقى أو يرقي بخرزة،
فبيقولوا لصالح انت سمعت ايه؟ سمعت حديث؟ قال اي سمعت حديث. حديث ايه؟ الحديث الجزرة بدل كلمة الايه الخرزة. قال الايه؟ فصحفها فاصبحت لقبا علي. هذا الرجل اللي هو صالح بن محمد كان يحب المزاح، فمرة مرة على هو ومعه زميله مروا على جمل، الجمل عليه جزر يحمل جزر، فصاحبه يقول ايه ده، ما هذا ما هذا يا صالح؟ قال انا عليه، انا عليه، يعني الجزر على مين؟ على الجمل. عندنا لقب يسمى عبيد العجل أو عبيد العجل بالتنوين، لقب وليس اسما، وهو لقب الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي، يلقب بعبيد الإيه؟ العجل. عندنا كي لجة، كي لجة، عشان انت بتقرأ الكتاب، كي لجة بكسر الكاف وسكون المثنات التحتية بعدها لام مفتوحة ثم جيم مفتوحة ثم مثنات فوقية. كي لجة لقب به اثنان، أحدهما محمد بن صالح الحافظ البغدادي، غير صالح بن محمد، محمد بن لأن دراسة الأسماء والألقاب عالم آخر، لا لها رجالها ولها كتبها ولها مصنفتها، لأن تحرير الاسم يترتب عليه تحرير الحكم الحديث. فإحنا عندنا كي لجة ليس المراد به صالح بن محمد، إنما المراد به محمد بن مين؟ ابن صالح البغدادي. الثاني أحمد بن نصر البغدادي شيخ الإمام الدارقطني. من الألقاب لقب ما غمه، ما غمه من الغم، من الغم خلاص، بلفظ النفي لفعل غمه، ما غمه هذا لقب، يبقى ما غمه ايه؟ لقب مأخوذة من الايه؟ يبقى هو نفي للغم وليس إثبات له. لقب به علي بن الحسن، علي بن الحسن ابن عبد الصمد البغدادي. لاحظوا ان معظم هذه الألقاب من العراق، بصرة وبغداد. لقب به علي بن الحسن ابن عبد الصمد البغدادي. علي بن الحسن له لقب اسمه ايه بقى؟ ما غمه. وله لقب تاني اسمه علان، علان دلع علي، بتعبيرنا دلع كلمة علي، علان. يبقى له كم لقب؟ اللي هو مين؟ علي بن الحسن ابن عبد، له لقبان، ما غمه وإيه. وأحيانا يجمع بعض رواة الحديث يجمع اللقبين له فيقول حدثنا علان ما غمه. طبعا لازم لما دام عرفت علان ما غمه يبقى عرفت الاسم ضروري، تروح تفك الشفرة تروح تجد ان هو ايه في علي ابن مين. لا نفي، ما نافية، لا لا. يبقى هنا بقى علي ابن الحسين، علي ابن الحسن ابن عبد الصمد البغدادي له ايه؟ احيانا يذكر بلقب واحد فيقال علي ابن الحسين ابن عبد الصمد ما غمه، واحيانا يذكر باللقب الاخر وهو ايه؟ علان. واحيانا يجمع له اللقبان فيقال حدثنا علان ما غمه. حقيقة ما غمه وعبيد العجل وكيلجة وما سبقه كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وكلهم حفاظ من علماء الحديث، مربع وجزر وكيلجة وما غمه وعبيد العجل، كلهم الخمسة دول حفاظ من تلامذة مين؟ يحيى بن معين. ومن هو يحيى بن معين؟ ولذلك يعني
المعدن الأصيل لا ينتج إلا عزا وشرفا، فكانوا حفاظ الخمسة دول. عندنا لقب سجادة، سجادة لقب لقب به اثنان، الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ بن عدي. سجادة الحسين بن أحمد شيخ بن عدي. عبدان، لقب عبدان لقب به جماعة، ذكر ابن حجر منهم سبعة، منهم بقى مين؟ وده فيه إشكال شوية. عبد الله بن عثمان شيخ الإمام البخاري وصاحب ابن المبارك، يبقى عبد الله بن عثمان يلقب بإيه؟ بعبدان. سبب اللقب إيه؟ لماذا سمي عبدان أو لقب بعبدان؟ أنه يسمى عبد الله، أدي واحد، وكنيته أبو عبد الرحمن، فاجتمع فيه إيه؟ العبدان، فقيل سمي بالعبدان لأنه يسمى بعبد الله ويكنى بمين؟ بأبي عبد الرحمن. ابن الصلاح قال لأ، هذا أمر مستبعد أن يكون لقب عبدان بسبب جمعه الإيه؟ بسبب جمعه هذين اللقبين. قال ده كلام عوام الناس، ده مين اللي بيقول؟ قال ده كلام عوام الناس، إن أنت كنا اسمه يكنى بأبي عبد الرحمن ويسمى بعبد الله فأنت تجمعهم وتقول عبدان، هذا كلام العوام. قال والعوام دايما، حتى زي ما احنا قلنا الآن، علي، الناس لما تحب يدلع واحد يقولوا علي علان، علي علان زي ما قلنا الآن منذ قليل، ويقولوا في أحمد بن يوسف حمدان، يسموا أحمد إيه؟ يلقبوا أحمد بإيه؟ بحمدان. ووهب بن بقية وهبان. الله، إذن القضية مش جمع إيه؟ مش جمع اسم مع لقب مع كنية، لا. عندنا مشكدانة، مشكدانة بضم الميم، مشكدانة بضم الميم وسكون المعجمة، الشين المعجمة يعني، وأحيانا تفتح الكاف مشكا وأحيانا تضم، يبقى مشكدانة أو مش إيه؟ كدانة، يبقى مش، يبقى بضم الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف أو ضمها، معناها بالفارس، هي كلمة فارسية معناها وعاء المسك، جراب المسك، حقيبة المسك، تسمى إيه؟ مشكدانة أو مشكدانة، يا إما حبة المسك، إزازة المسك، أو وعاء المسك. يبقى دي كيف ننطق كلمة مشكدانة؟ يا إما نقول مشكدانة، يا إما نقول مش كدانة، وده تطلق، وده كلمة فارسية تطلق ويراد بها يا إما وعاء المسك أو حبة المسك نفسها، يعني ما فيش مانع. كان ها كان ممن يلقب بهذا اللقب عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ابن محمد بن أبان القرشي الأموي أبو عبد الرحمن. هذا الراوي اللي هو عبد الله بن عمر بن محمد، إذا أراد أن يحضر حلقة الحديث تليس وتطيب، يعني لبس اللبس، ملبس جميل وتطيب، والطيب هيكون منين؟ من مشكدانة. فكان يلقب بكلمة إيه؟ لأنه إذا جاء تليس وتطيب. تليس يعني لبس الجلباب. عندنا كما قلنا منذ قليل مطيا،
أبو جعفر الحضرمي، قلنا لأنه كان وهو صغير يلعب مع إيه؟ مع الصبيان في المية فيطينون ظهره، فمر به أبو نعيم الأصبهاني فقال له: يا مطين لما لا تحضر مجلس العلم؟ فده كان يعني سبب في أنه يحضر أبو جعفر الحضرمي، وكثيرا ما يذكر بلقبه في علم الحديث. ومسك الختام في الألقاب، هناك لقب يموت من الموت، لقب به أحد رواة الحديث ويسمى محمد بن المزرع ابن يموت البغدادي الإخباري. تاني هقولها تاني، من ظريف هذا النوع الألقاب كلمة إيه؟ يموت. لقب به عبد محمد ابن المزرع ابن يموت البغدادي الإخباري. محمد بن المزرع، تاني هقولها تاني، من ظريف هذا النوع كلمة يموت، لقب بهذا اللقب اللي هو يموت محمد بن المزرع ابن يموت، يبقى يموت ده يعتبر ايه؟ جده البغدادي الإخبار. هذا الرجل اللي هو عبد الله اللي هو محمد بن المزرع يقول: بليت بالاسم الذي سماني به أهلي، بليت بالاسم الذي سماني به، طبعا اسم معناها هو يقصد اللقب يعني، فإني كنت إذا عدت مريضا فاستأذنت عليه فقيل من ذا أسقط اسمي. حاضر، يبقى كلمة يموت لقب لقب به محمد بن المزرع ابن يموت البغدادي الحافظ. يقول ايه محمد بن المزرع؟ كنت اذا انا بليت بالاسم الذي سماني به اهلي، يعني عنده معرة بان جده يسمى ايه او يلقب بايه؟ بيموت، فبقول انا بتوليت بهذا الاسم، فكنت اذا عدت مريضا فيسألني من انت أسقط اسمي وأقول أنا ابن المزرع، فكأن محمدا ليس أصلي، مش لا يريد أن يذكر كلمة إيه تشاؤما يعني. فدي من الألقاب الموجودة عندنا أيضا عند بعض رواة الحديث. كده إحنا انتهينا من النوع أيوان. إحنا نقرأ ما ذكره ابن كثير ونطبق الكلام ده ونشوف ايه الاضافات التي اضفتها اليه. النوع الثاني والخمسون معرفة الالقاب، وقد صنف في ذلك غير واحد منهم ابو بكر احمد بن عبد الرحمن الشيرازي. انا ذكرت هذا الاسم واضفت انا انه توفي سنة 407، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ، وأنا قلت متوفى 427 وذكرت اسم كتابه معرفة ألقاب الإيه المحدثين، وذكرنا نحن كتبا غير ذلك. لكن الشيخ ابن كثير لم يعرف اللقب ولم يذكر أنواعه، إنما ذكر هنا الوفائدة التنبيه على ذلك، ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم. احنا قلنا بأن من له فوائد كثيرة جدا، أن من الممكن أن الراوي يذكر بإيه؟ تارة باسمه وتارة بلقبه، فيتوهم أنهما إيه؟ أنهما شخصيتين، قلنا لا، هما شخص واحد. طيب، وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز. شرحنا هذا، التنابز معناه إيه؟ التعيير، مأخوذة من النبز. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال
وإنما ضل في طريق مكة، يبقى ليس ضلال إيه؟ عقيدة. وعبد الله بن محمد، أنا أضفت هنا شيء، ها، الطرسوسي شيخ مين؟ الإمام النسائي، لقب بالضعيف وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. الطرسوسي، آه. قال ابن الصلاح وثالث وهو عارم، يبقى ده لقب برضو إيه؟ ظاهره القبح، لأن احنا قلنا إن كلمة عارم بمعنى إيه؟ شرير ومفسد، ولقب هو لقب به أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، والعارم الشرير المفسد. غندر، هو احنا قلنا لقب به جماعة، هو قال لقب لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. احنا قلنا واحنا ابن الشرح ان هم ستة او سبعة تصادف ان كل واحد منهم يسمى محمد بن ايه؟ ابن جعفر. يشركان، ده هنحتاجه في النوع اللي ان شاء الله اللي بعد اللي جاي، يشركان في الاسم واسم الايه، انما يختلفون في النسبة، هذا بغدادي هذا بصري هذا كوفي هذا كذا الى اخره. غنجار، لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه، روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 412. صاعقة، لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. شباب، وهو خليفة بن خياط المؤرخ، احنا قلنا صاحب ايه؟ التاريخ والطبقات. زنيج، وهو لقب محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم ورسته عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني، سنيد الحسين بن داود المفسر، وقلنا السبب في كده. بندار، محمد بن بشار شيخ الجماعة، لأنه كان بندار الحديث، وإحنا قلنا كلمة بندار معناها القوة والحفظ. قيصر، لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. الأخفش، لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، روى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ، مش قلنا الكلام ده؟ مات قبل سنة 250، لو حبيت تضيف مات قبل سنة 250. قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، طبعا احنا قلنا السيوطي في كتابه طبقات النحو ذكر كثير جدا، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني وهو أوسطهم الذي قلت عنه أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه، وإذا متوفى سنة 221. والثالث الأصغر أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبي العباس أو أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. وأنا قلت ذكر السيوطي في كتاب طبقات النحاة أسماء 11 رجلا يلقب بالأخفش. مربع، لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزرة، صالح بن محمد الحافظ البغدادي، وقد تكلمت عن هذا. كلجة، محمد بن صالح الحافظ كيلجة، أنا ضبطتها وإحنا بنشرح، بكسر الكاف وسكون الياء المثناه التحتية بعدها لام مفتوحة ثم جيم مفتوحة، ضبطتها وأنا أشرح. ما غمه،
علي بن هنا خطأ، علي بن الحسن ابن عبد الصمد البغدادي، تصلحوها، علي بن الحسن ابن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ما غمه، فيجمع له بين الايه؟ بين اللقبين. عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين ابن محمد ابن حاتم البغدادي الحافظ أيضا، قال ابن الصلاح. وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى ابن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. سجادة لقب لمحمد للحسن بن حماد من أصحاب وكيع والحسين بن أحمد شيخ بن عدي. عبدان لقب جماعة، فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، ثم قال ابن كثير: فهؤلاء ممن ذكرهم الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا، وقد أضفت إلى ما ذكره ابن كثير ألقابا أخرى، وذكرت منهم أيضا مشكدانا ويموت إلى آخر. النوع بعد ذلك النوع الثالث والخمسون، وهو من الأنواع الحقيقة التي تحتاج إلى جمع وضم، وهو ما يعرف بالمؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب والألقاب ونحوها. كلمة مؤتلف تعني في اصطلاح أهل العلم كلمة إيه؟ لأن إحنا لو فهمنا المصطلح يسهل علينا اللي جاي. كلمة مؤتلف تعني في اصطلاح أهل العلم وجود كلمتين، وجود كلمتين اتفقتا في الخط بمعنى أن حروفهما واحدة. يبقى معنى الائتلاف إيه؟ وجود كلمتين يتفقان في الحروف. وجود كلمتين حروفهما إيه؟ واحدة. يعني مثلا لا، افهمي تاني وجود كلمتين حروفهما واحدة، مثلا سلام مع سلام، السين موجودة في الكلمتين واللام موجودة في الكلمتين والميم موجودة في الكلمتين، سقر وسقر، السين موجودة والقاف موجودة والراء موجودة. يبقى معنى الائتلاف ايه بقى؟ ها؟ الاتفاق فين؟ في الحروف. مبنى الكلمة واحد، حروف الكلمتين واحدة، كويس. لكن كلمة مختلف وجود كلمتين مختلفتين في النطق. يبقى الاتفاق فين؟ الاتفاق فين؟ في الخط. الاتفاق فين؟ في الخط، في الشكل، في الحروف. خلاص حاضر، لسه انا بمهد. يبقى عندنا مؤتلف ومختلف. الائتلاف عبارة عن ايه؟ وجود كلمتين حروفهما ايه؟ واحدة، مبناهما واحد، زي ما ضربنا الان مثلا يعني عمارة وعمارة، اهو العين موجودة والميم موجودة والالف موجودة والراء موجودة والتاء مربوطة في الكلمتين، يبقى مبناهم ايه؟ حروفهم ايه؟ سلام وسلام، السين في الاثنين واللام في الاثنين والميم في الاثنين، كويس. انما الاختلاف الذي يقابل الائتلاف الايه؟ الاختلاف. يبقى الائتلاف في الخط في الحرف، انما الاختلاف في النطق. يبقى انا بنطق الحروف مختلفة، فمثلا كما قلنا الان سلام اهي انطقها سلام، اهي عمارة عمارة، يبقى عمارة وعمارة الضم والكسر يقال عنه ايه؟ مختلف، انما متفق باعتبار الايه؟ يبقى اذا الان لما نحب نعرف النوع ده المؤتلف والمختلف نقول ايه؟
كلمتان اتفقتا في الحروف واختلفتا فين؟ في النطق. كلمتان اتفقتا في الحروف ولكن النطق اختلف من كلمة لكلمة. إذن كل حديث يوجد في سنده هذا الوصف يسمى بالمؤتلف والمختلف معا. يبقى هما قسمين ولا قسم واحد؟ قسم، لا قسم واحد. المؤتلف لابد أن يقابله إيه؟ فهما قسم واحد. إذن مؤتلف من حيث الخط، من حيث الرسم، من حيث المبنى، ومختلف من حيث الإيه؟ النوط. كل حديث يوجد في سنده راو بهذا الوصف يقال عنه مؤتلف وإيه؟ ومختلف. دراسة هذا النوع من الأهمية بمكان، يحتاج إليه العالم ويحتاج إليه طالب العلم، لأنه إذا لم يتقن العالم وطالب العلم هذا النوع فسيقع في التصحيف، سواء في الاسم أو النسب أو اللقب أو غير ذلك. من لم يكن له باع في فهم هذا النوع اللي هو الثالث والخمسين ويعرف حقيقة المؤتلف والمختلف ستكثر سقطاته وتفحش أخطاؤه. قد يخفف المثقل، قد يخفف الإيه؟ المثقل. يعني مثلا كما سأضرب مثال، واحد اسمه سلام يغلط ويخطئ ويقول عليه إيه؟ سلام، أو العكس. يبقى قد هذا الإنسان، هذا العالم، هذا طالب العلم إذا لم يتقن هذا النوع من الفن فقد يقع في مطبات، يخطئ تكثر سقطاته، قد يثقل المخفف وقد يخفف الإيه؟ المثقل، وقد يعجم المهمل وقد يهمل المعجم بسبب عدم الإتقان. ولذلك علي بن المديني يقول عبارة جميلة جدا: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، لأن الأسماء شيء لا يدخله القياس، الأسماء لا يدخلها الإيه؟ القياس، وليس قبل الاسم ولا بعده شيء يدل عليه، ومن هنا تكثر الإيه؟ الأخطاء وتفحش السقطات. لكن علي بن المديني قال: علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، لأن الأسماء شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه. ومن هنا وهم كثير من الناس في الأسماء لأجل القياس. لكن المتن سهل، المتن إيه؟ سهل، لأن اللغة تحكمني، إنما أنا ما أقدرش أحكم اللغة فين؟ في الأسماء. إنما أنا أقدر أحكم اللغة والذوق في المتن. ومن هنا فإن دراسة الائتلاف والاختلاف من الأهمية بمكان. ولذلك قام بعض علمائنا الأجلاء فألفوا كتبا في المؤتلف والمختلف، عندنا العالم المصري المشهور عبد الغني ابن سعيد المصري له كتابان في إيه؟ في المؤتلف والمختلف، أحدهما يسمى مشتبه الأسماء، مشتبه الأسماء، في اشتباه في الاسم فسماه مش هو الآن طبع باسم المؤتلف والمختلف. لمين؟ لعبد الغني بن سعيد المصري.
الكتاب الثاني في مشتبه النسبة، طبع باسم مشتبه النسبة، هذا عبد الغني بن سعيد المصري، يقال إنه أول من ألف في هذا النوع. جاءنا الدارقطني ألف كتابا كبيرا يسمى أيضا المؤتلف والمختلف، عرفنا كلمة مؤتلف يعني إيه؟ لأن الأسماء اللي جاية عاوزة صحيان، عاوزة يقظة. احنا بنذكر الآن، ذكرنا تعريف المؤتلف والمختلف، وذكرنا أهميته، وذكرنا أهم الإيه؟ بنتكلم على أهم المؤلفات أو المصنفات فيه، ذكرنا مصنفات عبد الغني بن سعيد المصري، وذكرنا مصنف للدارقطني، وهناك مصنف للخطيب البغدادي. استدرك الخطيب البغدادي ما فات السابقين عليه، فألف كتابا يسمى المؤتنف، المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف. ده لمين؟ ثم جاءنا بعده بفترة وجيزة جدا، لأن الخطيب البغدادي احنا قلنا متوفى 463، جاءنا بعده الأمير أبو نصر بن ماكولة، الأمير أبو نصر بن ماكولة، ميم ألف كاف واو لم ألف، الأمير أبو نصر بن ماكولة المتوفى سنة 475، ألف كتابا ضخما جدا. استفاد منين؟ من عبد الغني، استفاد من الدارقطني، واستفاد من الخطابي، واستفاد من البغد، كل ده استفاد منهم، وألف كتابا يسمى الإكمال، الإكمال، وهو فعلا بحق الإكمال، حوالي 10 مجلدات أو 8 مجلدات حسب الطبعات، الإكمال في رفع الارتياب، في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والألقاب. تاني جانا مين؟ ابن مأكولة، الأمير معروف كده، الأمير ابن مأكولة، فاستفاد من كتابات السابقين عليه، وألف كتابا ضخما يسمى الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والألقاب. كتاب هذا يعتبر عمدة لكل من جاء بعده. ثم جاءنا الحافظ ابن حجر رحمه الله، فتلاشى أخطاء السابقين عليه، هذا ميزة ابن حجر، فأخذ كتاب ابن ماكولة اللي هو اسمه ايه؟ الإكمال، وأكمله من خلال القراءات، وألف كتابه المعروف تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. ميزة الكتاب ده ايه بقى؟ اللي هو كتاب مين؟ ابن حجر. السابقون قبل ابن حجر زي مين؟ الخطيب البغدادي، الدارقطني، كانوا بيضبطوا بالقلم ضمة وفتحة وكسرة وسكون، يقولوا مثلا ايه؟ كما قلنا سابقا كيلجة، يحط كسرة تحت الكاف ويحط سكون كح كده سكون فوق. ابن حجر لا، ابن حجر ضبط بالحرف، ادي ميزة ابن حجر. يبقى ابن حجر بدل ما يكتب ضمة وفتحة، لا، بدأ يضبط، يقول رستة مثلا، رستة بضم الراء المهملة، يكتب كده بضم الراء المهملة وسكون السين المهملة، بعدها تاء مثناة فوقية مفتوحة. شوف، ولو خدت نص سطر مش مشكلة، لكن هو يضبط الكلمة في هذا الأمر.
يبقى ميزة كتاب ابن حجر ايه؟ انه تلاشى اخطاء السابقين عليه، كانوا بيضبطوا بالقلم. يعني ايه ضبط القلم؟ يعني ضمة وفتحة وكسرة وسكون بالقلم. انما ابن حجر ماذا فعل؟ ولذلك لو انت حصل لك ربكة في الاسم، هل ده عمارة ولا عمارة؟ هل ده عمارة ولا غمازة؟ مش هينفعني بقى الفتحة والشدة، لا لا لا، هقوم ارجع لمين؟ لابن حجر. يضبط بايه؟ يضبط بايه؟ بالحرف، بالحرف، وليس يضبط بالايه. اذا ذكرنا بعضا من مصنفات المؤتلف والمختلف، عرفنا المعنى؟ خلاص نيجي بقى ندخل الى العمق. هذا النوع، اعني المؤتلف والمختلف، ينقسم الى قسمين، ينقسم الى قسمين. قسم لا ضابط له نرجع اليه، ما فيش ضابط نرجع اليه، في اسماء لا ضابط لها تحكمنا ولا نرجع اليها، انما السبيل الى ذلك ان احنا نحفظ كما نطقت، خلاص ننقلها كما وجدت، نضبطها كما سمعناها وقرأناها، لأن ما عندناش إيه؟ ها؟ ما عندي قاعدة ولا عندي ضابط، يبقى فيه نوع من المؤتلف والمختلف إيه؟ لا ضابط له نرجع إليه نظرا للكثرة بتاعته، إنما السبيل الوحيد له إيه؟ إن إحنا اللي إحنا سمعناه بودنا نحفظه، نكتبه كما هو. أدي قسم، يبقى فيه قسم لا ضابط له يرجع إليه. نمرة اثنين، القسم الثاني، قسم تم ضبطه، تم ضبطه حصره. هذا القسم يتفرع إلى فرعين أو يتنوع إلى نوعين. في القسم هو يبقى المؤتلف والمختلف قسمان رئيسيان، قسم لا ضابط له وقسم له إيه؟ ضابط. القسم الذي له ضابط يتفرع إلى فرعين، إما أن يكون ضبط على العموم دون التقيد بكتاب معين، يعني كل كتب الحديث، كل كتب الرجال هنقول فيها كذا كذا، يبقى اسمه ضبط على، اسمه إيه؟ ضبط على الإيه؟ على العموم، على العموم، خلاص لا نتقيد بكتاب ولا بمصنف. زي ما نيجي كمثال نقول ايه، جميع، شوف خلي بالك، جميع الاسماء اللي وردت بالشكل ده تنطق هكذا ما عدا فلان وفلان على العموم. يبقى اذا النوع الثاني، النوع الذي ينضبط، ها، اما ان يكون ضبطا ايه على الايه، على العموم، واما ان يكون ضبطا مقيدا ببعض الكتب. نقول مثلا الاسماء الوارده في البخاري بالالف والهمزه والياء، مثلا كمثال ابي ما عدا ابي اللحم، يبقى احنا نظرنا الى ايه بقى؟ لسه هتكلم عنها، طب هتكلم عنها الان، انا لسه هكرر عشان يعني اسس، حاضر هقولها كله من اوله تاني. احنا عرفنا المؤتلف والمختلف مش كده، وعرفنا اهميه هذا الايه النوع، وعرفنا اهم الايه المصنفات اللي فيه أربعة. إحنا بنتكلم على تقسيم هذا النوع، بينقسم إلى قسمين رئيسيين، قسم لا ضابط له بحيث إن إحنا نحتكم إليه، ما عنده فيش ضابط، إنما ده اعتماد، الاعتماد عليه على إيه؟ اللي أنا بسمعه، مثلا رستا، أنا سمعت رستا بضم الراء وهكذا، يبقى لا ضابط له يحكمنا. ونوع مضبوط، هذا النوع المضبوط إما أن يكون ضبط إيه؟ عام، يعني عام يعني غير مقيد بكتاب معين أو بمصنف معين، يا إما ضبط مقيد بمصنف أو مصنفين أو ثلاثة كما سأتكلم الآن. يبقى الضبط، الأسماء في المؤتلف والمختلف المنضبطة، ها، إما أن تكون ضبط إيه؟ على العموم، أو تكون ضبط مخصوص في إيه؟ في مصنف. فهمتي؟ عشان هبدا ابني على هذا الكلام. حضرتك ذكرت في النوع الاولاني اللي هو ضبط على العموم ان في مثال جميع
لا ده انا بضرب مثال، لا انا اللي جاي مش مثال، جاي امثله كثيره جدا، بس يفهم التقسيم والتنويع. يبقى التقسيم قسمين، ايه؟ قسمان رئيسيان، اما ان تكون اسماء المؤتلف والمختلف ليس لها ضابط يعول عليه، خلاص، واما ان يكون لها ايه؟ ضابط. هذا الضابط اما ان يكون ضابط ايه؟ عام، واما ان يكون ضابط خاص لبعض الكتب. الامثله اللي جايه هتخلي الصوره واضحه. ناخد مثال للنوع الاول اللي هو ايه؟ ما ينضبط على العموم. قلنا العموم يعني ايه؟ مانيش مقيد بكتاب، ما ينضبط على العموم. العلماء يقولوا ايه؟ يبقى هناخد امثله للنوع اللي هو منضبط ضبط عام ولا خاص؟ ضبط عام. ناخد أمثلة. الكلمة، قال العلماء، كلمة السين واللام ألف والميم، السين واللام ألف من الميم، كل ما كان من تلك الكلمة فهو مشدد اللام. كل اسم فيه سين لام ألف ميم تراه إيه؟ سل، مشدد الإيه؟ ها؟ مشد على العموم. إلا خمس أسماء تنطق إيه بقى؟ تنطق مخففة اللام. يبقى ده ضبط على الإيه؟ على العموم. كل كتاب في الرجال أو غير الرجال وجدت فيه السين واللام ألف والميم لزاما عليك أن تقرأها إيه؟ ما عدا خمس أسماء، استثني أنت من هذا العموم خمس إيه؟ أسماء تنطق إيه؟ اللام ايه؟ مخففة. هم ايه الخمس اسماء؟ مدام احنا هنستثني يبقى قليلين. ما هي من هي او ما هي الخمسة الاسماء الخمسة التي تنطق مخففة الايه؟ اللام. يبقى انا عندي سلام مع سلام، خلاص، مؤتلف وايه؟ ومختلف، لان اتحد المبنى ها واختلف الايه؟ كل ما كان من هذا القبيل ينطق مشدد اللام ما عدا خمس أسماء. إيه الأسماء الخمسة؟ أولا عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي الجليل. اوعى تغلط وتقول عليه إيه؟ ها؟ سلام، لأن ده مستثنى. مستثنى منين؟ من العموم. يبقى عبد الله بن سلام الصحابي الإسرائيلي. كان عبد الله بن سلام ده حبر من أحبار اليهود، وفيه نزل قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقصد مين؟ ابن سلام، عبد الله ابن سلام. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. أيضا هذا الرجل كان يسمى الحسين فغيره النبي إلى عبد الله. يبقى أول اسم تنطق فيه اللام مخففة هو مين؟ وهو اعتقلت بقى لما تراه في أي كتاب تقول عبد الله بن سلام، هذا خطأ. هذه ميزة المؤتلف والمختلف، استثنينا من العموم عبد الله بن مين؟ ابن سلام. أدي واحد. ثانيا محمد بن سلام، محمد بن سلام ابن الفرج، محمد بن سلام، أنا نطقت اللام مخففة، ابن الفرج البيكندي شيخ الإمام البخاري. شيخ الإمام البخاري يسمى محمد بن إيه؟ سلام. اوعى تقول سلام. الثالث سلام بن محمد ابن ناهض المقدسي. سلام ابن محمد ابن ناهض المقدسي. قلنا كم اسم فيهم اللام مخففة؟ ثلاثة. الرابع سلام الجبائي. سلام الجبائي، وده جد محمد بن عبد الوهاب ابن سلام الجبائي المعتزلي. تاني انا يهمني جدا سلام الجبائي هذا بيت القصيد. سلام هقوله يا أمة الله. سلام الجبائي هو جد محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام الجبائي المعتزلي.
ينطق مخفف الايه؟ اللام. اما الاسم الخامس واذا فيه قلق او مشكلة، اسمه سلام ابن ابي الحقيق، سلام ابن ابي الحقيق. ابو الحقيق ابن ابي الحقيق ده هو يكنى بابي رافع اليهودي، وابو رافع ده في البخاري في كتاب المغازي باب قتل ابي رافع اليهودي. ابو رافع اليهودي ده اللي هو مين بقى؟ سلام ابن ابي الايه؟ الحقيق. كان بيؤذي الرسول ويعين على اذى الرسول، فالرسول بعت له واحد اسمه عبد الله بن عتيق قتله. هذا الرجل يسمى ايه بقى؟ سلام بتخفيف الايه؟ بتخفيف اللام، سلام ابن ابي الحقيق. لكن المشكله ان ابن هشام قال عندنا سلام بتشديد اللام، سلام بتشديد اللام ابن ابي الحقيق، فشدد الايه؟ اللام، مما جعل الحافظ ابن حجر يقول سلام ابن ابي الحقيق فيه تشديد اللام وتخفيفها، فيها الايه بقى؟ اصبح فيه الوجهان. ايوه، اللي هو مين بقى؟ سلام ابن ابي الحقيق ابو رافع اليهود. نعم. طيب، احنا عندنا ابن هشام في السيرة لما ذكر قصة مقتل ابي رافع اليهود قال ايه؟ واسمه سلام بتشديد اللام، فقالها بالحرف كده، مش حط شد على، لا، قال ايه؟ سلام بتشديد اللام. فابن حجر قال خلاص، اذا ممكن نعتبر ابن هشام ده كلامه مقبول ويبقى فيها الوجهان، الاكثرية على تخفيف اللام والقلة على تشديد اللام. زاد بعضهم واحد سادس بس مختلف فيه، وهو سلام ابن مشكم، مشكم او مشكم او مشكم، فيها الميم فيها ثلاث اوجه، ده بعض العلماء زاده، اصبح عندي ايه؟ يا خمسه يا ايه؟ يا ست. ادي مثال اولاني، اللي هو احنا قلنا المثال الاولاني اللي هو بقى ايه؟ سلام مع مين؟ مع سلام. عندنا اسم اخر في المؤتلف والمختلف، عمارة بضم العين، ما عندناش بالرسم، لا، العين والميم والالف والراء والتاء، ليس فيهم بكسر العين عمارة الا شخص واحد بس، وكل الاسماء بالبنية ديت غصب عنك تنطقها ايه؟ ها؟ تنطقها تقول عليها ايه؟ عمارة بضم الايه؟ بضم العين. يبقى عمارة مع عمارة، ليس فيهم بكسر العين إلا أبي بن عمارة. ساعة ما تقرأ أبي لازم تنطقها إيه بقى؟ وكل من سوى ذلك، ها؟ يبقى كل ما ورد في هذا الاسم بهذه البنية بتلك الحروف كله بضم العين إلا أبي بن عمارة، فهو بكسرها على أصح الآراء. عندنا يبقى عندنا عمارة وإيه؟ تدخل تبع المؤتلف وإيه؟ لأن المبنى إيه؟ واحد، إنما النطق. عندنا بقى عمارة، شوف عمارة، العين والميم والألف والراء موجودين، وعمارة بالفتح والتثقيل جماعة تطلق على بعض الرجال وبعض النساء. يعني إحنا عندنا من الرجال جعفر ابن أحمد ابن عمارة الحربي، اوعى بقى تقول عمارة ولا عمارة، لا، يبقى جعفر ابن أحمد ابن عمارة الحربي. يبقى عندنا عمارة وعندنا عمارة وعندنا ايه؟ طيب، من الرجال ايضا عمارة، محمد ابن عمر، محمد ابن عمر ابن علي ابن عمارة. ومن النساء عمارة ابنة عبد الوهاب الحمصية، عمارة ابن عبد الوهاب الحمصية، وعمارة ابنة نافع ابن عمر الجمحي. يبقى عمارة بتشديد بفتح العين وتشديد الميم، ها، تطلق على الرجال وعلى الايه؟
وعلى النساء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.